امبارح كانت مواطنة إحدى المصطفات في الشاطئ الهوارية، شاطئ من شواطئ الهوارية، لقات قنبلة موجودة على الشط. هل أنا لقاتها هكا معناتها مرمية؟ كيفاش كانت الحكاية؟ شنية التفاصيل؟ لأنه كنا نحكيو على قنبلة حاجة مرعبة. كيفاش عاشوا المصطفين الوضعية هذية؟ هو في البداية تم الحديث على جسم غريب، لأنه القنبلة تقريبا قديمة ماهيش جديدة. جيهان بربورة ضيفتنا في المباشر، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا. بخير عسلامة، مرحبا. شنو أحوالك؟ الحمد لله، لاباس انتما؟ الحمد لله. أول مرة تمشي الهوارية ولا متعودة تصيف غادي؟ مش نصيف، مغرومة بها برشا. أنا مهدوية ما ديما غادي، معناها شتي وصيف نمشي غادي. ديما تمشي للهوارية، ما تتعرفها بيان بيان يعني؟ نكتشف فيها. تكتشف. فوالا. هكا معناتها كانت، كيفاش كانت الحكاية؟ كيفاش لقيت قنبلة؟ معناتها على الشط كانت مباشرة ولا كيفاش الحكاية؟ هي على الشط كانت. فات انا في الشتاء مشيت غوندوني للهوارية وشفتها من الفوق، شفت لوباف اللي غاديك من الفوق، قلت هذي في الصيف باش نرجع لها. دونك شفت لا ماتش في الصيف وتبعت ماتش صعيب شوية، بو انا ما نعرفش غادي بيسيخ كوي، دونك صعبت عليا شوية، فهمت؟ اي فما هبطة في الجبل وكل شيء. كي وصلنا غادي حكينا دبسنا، كي دخلت جيت خارجة شفتها من الاول شكيت، معناها قلت طلعش قلة ولا خاطر يسيروا ساعات، فهمت؟ معناتها انت مشتا شايفتها معناتها؟ لا لا، مش شفت القنبلة، ها شفت البتو اللي غارق غادي. فما بتو هو غادي غارق. هاي لازمني نمشي معناها في الصيف وندخل نشوفه، معناها ديت خايف، فهمت؟ هاي دونك مشينا غاديك، وصلنا للبلاصة ما فما حتى شيء، عادي صعيب شوية باش وصلنا لها، الحق السيختي نتاعها صعيب شوية. هبطت عاود كي جيت خارجة شفتها، بون أنا من الأول شكيت، قلت بالك قلة ولا حاجة ولا حاجة فخار، فهمت؟ كي قلت لها الكلها حديد ومسكرة من الشيرتي، دونك وقتها شكيت، فهمت؟ غادي ما فماش ريزو. استنيت، خرجنا من بعد طلعنا، بعثتها الصديق عندي تابع جمعية، ما نجمش نذكر اسم الجمعية. اي مش مشكل، تحب تذكر اذكر، ما عندي حتى مشكل معناتها. هي جمعية بيئية في الهوارية، جمعية اسبان. كلمت قلت له راني سألت، قلت له راهو تشبه للقنبلة، فهمت؟ خاطر انا وشت على جوجل نفس لي فورم نتاعها. اي في الوقت عمل فوات الجيش وهبطوا، بعثوا هليكوبتر ومشيت شوخ بلاس وطوقوا المكان وقاموا بالليل، يعني ما نجموش يخرجوها خاطر جاو ايامات نتاع ريح وشتاء قوية. هي يا اخي جرات ولا شنو هي بالضبط معناتها؟ وين محطوطه؟ هي محطوطه على الشط. هيك اي واحله في حجره. اي وبين معناها الحديد نتاعها بين، معناها رزين باين، فهمت؟ ما يتهزش فاسيلمون. يجيو ايام الريح والشتاء تغمض كومبليتمون، دونك ما نجموش يخرجوها، فهمت؟ حاطه الدنيا ودخلوها البارح، قاموا بالتدخل ودخلوها الداخل وقبلوا معناها فجروها. فوالا. وما فاق بها حتى حد معناتها؟ سنين تقول انت مرميه الغادي ما شايفها حتى حد هكا ولا؟ صعيب شويه على خاطر جايه معناها باش توصلها البلاصه، الجبل نتاعها بليد ياسر باش تهبط فيه. ماهوش اكسيسيبل معناتها الشط الغادي للناس الكل؟ لا لا، ماهوش تقوي واضح. معناها لازم تهبط الجبل ومن بعد تطلع وتتبع الواد، وسي با فاسيل جمله، معناها يكونش انسان مغروم على الاخر معناها راسه صحيح باش يكتشفها البلاصه وكا. كيما جيهان معناتها، كيما جيهان. عندي غرام برشا بالبحر هذايا. فوالا، والاماكن الصعيبه هذايا معناتها واحد يكتشف الهواريه مزيانه معناتها، خاطر كي نسمعوا في الشط الهواريه مش في بالنا معناتها شط الناس الكل تعوم وهي مرميه هكا معناتها، مش في بلاصه ينجم يدخل لها حتى حد. بلاصه بعيده برشا، ودايغ معناها قنبله بون رشحوها انها تكون قنبله تابعه طياره معناها قديمه لداخل. امبوسيبل نجموا يهبطوا لها معناها الطياره باش يخرجوا شنو فيها وكل شيء. بالوقت خرجت، اما سينو معناها ما امن الهواريه، بالعكس اديك صغير بالحق، بلاد ياسر مزيانه محلاها وناس ياسر طيبين ومحلاهم والله. وكانت تحيه لكل جماعه الهواريه اللي يسمعوا فينا، المختصين الرجال الغاديك، كانت تمثل تنجم تكون اختر معناتها القنبله هذيك ولا لا؟ معناتها كانت تنجم تقعد لانه يعني سنوات هي من الحرب العالميه الثانيه تقريبا موجوده الغادي. نتصور ليه على خاطر يمكن كان باش تتفجر معناها لازمها قوه كبيره. خاطر ما وصلت خرجت من داخل، فما برشا حجر غادي. اكيد راهي تعرضت، تعديت على الحجر وما ترشقتش معناها، فهمت؟ دونك سي فاسيل باش تتشق، اما انا في هكا ما نعرفش. معناتها وهذا نجم يكون مكان ربما لاكتشاف حاجة اخرين، اذا كان سمعتك تحكي على باتو غادي غارق، على طياره، على معناتها نجم تكون
معناها الطياره حتى غواص ما يخلط ليش داخل برشا ولوطه امبوسيبل عمل باتو اي تنجم تمشي وتشوفه معناها تلبس ماسك وتشوفهم تحت المية حاجه مزينه برشا. هذوما من مخلفات الحرب العالميه الثانيه موجودين لغادي هكا الطياره اي هذه معناها اللي سمعته انا من قنبله نتاع طياره لداخل برشا اللي هي اي مخلفات الحرب العالميه الثانيه امام بالحق يستحيل معناها باش ينجموا يهبطوا لها داخل معناها الداخل نتاع 4-5 كيلومتر تدخلهم فهمت وش معناتها الداخل جراتي ولا شنو بالضبط؟ ولا في العمق تقصد؟ في العمق في العمق في العمق العمق مش كثير معناها باش يهبطوا لها اكيد وتحرروا كيما الهواريه كيما اي بلاصه يخرجوا فيهم حاجه تزوم مكتوب الموت معناها يخرج ديجا انت معناها كي تمشي سبتمبر ولا اكتوبر اي بحر تلقى فما حاجات خارجه منه حاجات ما توقعهاش وانواع ببوش معناها ما خرجتش وبرشا حاجات انت ادرى انت ادرى مختصه في الموضوع معناتها فالا مختصه في الموضوع هذا حبيت نحييك ونحييك على غرام هذا لانه غرام مش سهل معناتها سيرتو المراه معناتها باش تتحدى الظروف الطبيعيه وصعوبه التضاريس وتكتشف معناتها حاجه حلوه برشا حبيت نحييك ويعطيك صحه وتحيه لكل احباء الطبيعه والبيئه اللي موجودين في تونس اللي قاعدين يقوموا مجهودات كبيره برشا. تحياتي لك جيهان. تحيه للجيش الوطني التونسي اللي قام برشا مجهود الحرس الوطني نتاع مازلتيم والهواريه. تحيه ليهم جميعا يعطيك الصحه انت زاد شكرا ليك احنا وصلنا معكم لقانا مرحبا بكم 10:21 دقيقه على موجات. كل سبت احد على راديو دي ون اف ام ما يبعد حتى